أعرب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تفاؤله بالحكومة الجديدة، حيث تحتوي الحكومة على تشكيلة شبابية. وخلال تصريحات للتلفزيون المصري قبيل انعقاد جلسة بيان الحكومة، لفت الفقي إلى ضرورة التغيير في السياسات للعبور إلى بر الأمان. سيادة النائب فخري الفقي، أهلا بحضرتك. يعني كلمنا رأي حضرتك في تشكيل الوزاري والحكومة الجديدة، ومدى رضاء المجلس هنا عن هذا التشكيل، وما المطلوب منهم في الفترة القادمة؟ النهاردة يوم مهم جدا بالنسبة للبرلمان، إن احنا دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معانا النهاردة، هيلقي برنامج عمل الحكومة في الفترة اللي جاية. هنستمع جيدا لهذا البرنامج، وبنقول في يعني بنقول الحكومة اللي فاتت متشكرين، وبنقول الحكومة والتشكيل الجديد يعني احنا بنتمنى لكم التوفيق، تعبروا بمصر وبينا الى بر الامان يعني في اقرب فترة ممكنة، وبنتابع معاكم. يعني بنقول احنا في اللجان بتاعتنا نتعاون مع الوزراء المعنيين، يعني احنا في لجنة الخطة والموازنة معنا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومعنا وزارة المالية، بنأكد ليهم ان احنا هنتعاون معهم عشان ايضا نعبر بمصر الى بر الامان. التشكيلة في هذه الحالة شبابية كلها، يعني معظمها شباب كله، عندهم كمان المرأة يعني لها حظ كبير في التشكيل الجديد ده، مهم جدا. أيضا بنجد أنه عندهم يعني خبرات واسعة، لأنهم جايين برضو من يعني ممارسين ولديهم الخبرة الكافية، وإحنا معهم أول بأول في التعاون معهم. اللي يهمنا في هذه الحالة طبعا أنه يبقى فيه سياسات، تغيير في السياسات الجديدة، حيث أنه السياسات دي بتخلي الشارع المصري يطمئن، لأنه في سياسات جديدة. كل وزير في هذه الحالة لديه من السياسات اللي هي كافية للعبور إلى بر الأمان. إيه هي هذه الملفات التي ينبغي العمل عليها سريعا، ويعني اليوم قبل الغد، والمطلوب إيه من المتطلبات والتحديات؟ شوف يعني هو طبعا بنقول انه يعني الملف الاقتصادي بارز في يعني برنامج عمل الحكومة، بالتالي يكون له أولوية مع الحكومة والمجموعة الاقتصادية بصفة خاصة، وتعاونها مع البنك المركزي في نقول في هذه الحالة في خمس ملفات أساسية. نمرة واحد، محاربة الغلاء والتضخم، والحكومة تنسق يعني بالتنسيق مع البنك المركزي بأن احنا البنك المركزي يصل إلى المستهدف المعدل التضخم اللي هو يبقى رقم أحادي يكسر حاجز 10 في خلال فترة قليلة قادمة، وهنا مهم جدا. الحاجة الثانية، خلال هذه الفترة اللي بيكون فيها الغلاء متواجد ولكن بيتضاءل يوم عن يوم، يبقى الموازنة بتاعتنا والسياسة المالية لوزير المالية في هذه الحالة انه يبدأ يعني ياخد من القرارات اللي هي تخفف الأعباء المعيشية على المواطن البسيط، سواء كان زيادة مرتبات، وأيضا هيئة القومية للتأمينات زيادة المعاشات، وبالإضافة إلى منظومات بقى الحماية الاجتماعية وبرامج الحماية للتكافل وكرامة ومنظومة ترغيف العيش والسلع التموينية. هنقول بقى لوزير المالية يقول لنا هيوصل الدعم مباشرة للمستحق ازاي، وده بعد الحوار الوطني ان شاء الله. زي ما هنا المفروض ان هو يعني في تصوري لما يوصل للمستحق في ايده مباشرة بكارت مشحوم بفلوس، يعني في هذه الحالة يقدر ان هو هتجد المواطن ان هو يشعر بالرضا عن هذه السياسة. بنجد ايضا انه لو بصينا لوزير المالية يبقى تخفيف الاعباء الضريبية على المواطن البسيط وايضا على رجال الاعمال، علشان يقدر انه في هذه الحالة نشاط الاعمال يبقى معناها نمو اكتر في هذه الحالة، ونقدر نقول كمان القطاع الخاص يبدأ يشعر بالطمأنينة بالنسبة، لانه لما يخفض الاعباء الضريبية على المواطن وايضا على رجال الاعمال والقطاع الخاص اللي احنا عاوزينه يتصدر المشهد في النشاط الاقتصادي بالمشاركة بمفرده أو بالمشاركة مع الحكومة، إن هو حصلته هتزيد في هذه الحالة ما يخافش وزير المالية. وعشان كده بنقول وزير المالية عاوزين يعني يبقى ده السمة العامة، تخفيف الأعباء الضريبية في الفترة اللي جاية، حصلتك هتزيد ما تخافش. يعني بنشوف برضو معدل النمو والاستثمارات، يبقى النمو والاستثمارات دي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحيث ان احنا نخلي بالنا
انه الاقتراض يبقى فيه يعني لضرورة القصوى لمشروعات تنموية وصناعية مهمة جدا، لا مردود سريع في هذه الحالة عشان الدين العام نخلي بالنا منه. بنقول انه كمان بالاضافة لكده الانضباط المالي، وانه ادارة يبقى في استراتيجية واضحة لادارة الدين العام سواء المحلي او الخارجي. وطبعا ده عشان يعني الاجيال، صحيح ان احنا لما بنقترض بنمول مشروعات تنموية بنية تحتية تهم القطاع الخاص لانها مكلفة، فالقطاع الخاص محتاجها لكنها بتكلف كتير ما يقدرش عليها. فبنقول في هذه الحالة يبقى النمو الاستثمار، والاستثمار يبقى صديق للبيئة، استثمار في معظمه اخضر. بنقول ان مناخ الاسمار يبقى جاذب اكتر، ومعرفين مكونات المناخ الاسمار سواء تحديث البنية التحتية، تحديث البنية التشريعية، تحديث ايضا استكمال البنية التحتية. وبنقول في هذه الحالة لكن البيروقراطية عندنا الرقمنة عشان تقلل العنصر البشري في يعني التعامل مع يعني القطاع الخاص في هذه الحالة. وبنقول كمان التعليم والصحة، تنميه العنصر البشري او راس المال البشري والاستحقاق الدستوري، لازم الانفاق مزيد من الانفاق على التعليم والصحه علشان يبقى في امل لمصر ان يبقى اولادها صحيا ويعني عقليا وعلميا لديهم القدره على خلق مزيد من الافكار في الفتره اللي جايه، ونواكب ما يحدث في الدول الاخرى في هذه الحاله، ونعبر الازمه اللي بتمر بها مصر باسرع ما يمكن.